إذا منتخبنا الجزائري راح يكون تكون مباراته يوم الأربعاء يعني بعد غد على الساعة للأسف توقيت أنا أعتبره سيء جدا هو 11 صباحا. إذا معليش إحنا نلعبوا 11 نلعبوا في الصباح نلعبوا في الليل نلعبوا في النهار إحنا نفوزوا إن شاء الله. أعتقد أنه مجيد بوغرة سيلعب بأربعة واحد أربعة واحد. نعم هو مجيد بوغرة عنده كل الإمكانات أخي عبد الباقي. هو عنده الإمكانات باش يلعب 4-1-4-1 لأن التشكيلة هذه اللي استدعاها بوغرة هي تشكيلة ثرية جدا، سواء اللاعبي الوسط سواء المهاجمين أو سواء المهاجمين اللي يقدروا يلعبوا كمهاجمين خلف المهاجمين حتى أنه يقدر يلعب بها 4-4-2. يعني بوغرة التشكيلة اللي ادها في هذه البطولة يقدر يلعب 4-4-2، يقدر يلعب 4-2-3-1، يقدر يلعب 4-1-4-1، ويقدر يلعب 4-3-3. يعني عنده عدة خيارات باش يلعب بها، يقدر يلعب بلاعب ارتكاز وثلاثة يعني لاعبين خلف المهاجم ومهاجم صريح، يقدر يلعب بثلاثة في الوسط ثلاثة مهاجمين، يقدر يلعب بلاعبي ارتكاز وقدامهم لاعب صانع ألعاب وثلاثة في الهجوم، ويقدر يلعب كذلك بلاعب ارتكاز واحد ولاعبين كواحد محور واحد صانع ألعاب وكذلك ثلاث لاعبين في الهجوم. يعني عنده خيارات عديدة جدا. أنا لو جي بيدي أو لما ندير توقعاتي للتشكيلة اللي راح يدخل بها بوغرة أنا أعتقد أنه أكيد لما بوغرة قال أنه مبولحي راح يكون هو قائد المنتخب الوطني أكيد راح يكون أساسي مبولحي في الدفاع. في الدفاع انا اعتقد انه لاعبي المنتخب الوطني الاول اللي استدعاهم بوغرة اكيد استدعاهم باش يلعبوا ماشي باش يجلسوا في الاحتياط. الدفاع راح يكون اعتقد بالعمري وبدران. انا راني نقول بالعمري وبدران لماذا؟ لانهما لاعبين اساسيين تقريبا في المنتخب الوطني، خاصه انه ماندي حاليا يمر بفتره صعبه وصعبه وصعبه جدا. اعتقد انه ماندي اذا استمر كاحتياطي وبنسبه كبيره جدا راح يستمر كاحتياطي، من الصعب جدا انه يلعب كاساسي في كاس افريقيا لانه نعرفه بانه المدافع لازم تكون عنده حساسية المباريات، لازم تكون عنده تنافسية، لأن المدافع لما ما يكونش يلعب ويتنقص حساسية المباريات الرسمية أقول ليس التدريبات فقط راح يفقد الكثير من التركيز، راح يفقد الكثير من يعني الحضور الذهني والبدني في المباريات، وهذا شيء لا يغتفر في كرة القدم، خاصة أنه المدافع الأخير في الملعب يعني خطأ يكلفك غاليا، خاصة الآن المنتخبات راح تلعب كلها كأس إفريقيا. بالتالي يعني بنسبة كبيرة جدا الثنائية اللي راح نشوفها في كأس العرب تقريبا راح نشوفها في كأس إفريقيا، اللهم إذا بالماضي اعتمد على طوبة، لكن أستبعد ذلك لأنه طوبة لم يعتمد عليه أبدا، لكن ننتظر المباراتين الوديتين اللي تجي قبل كأس إفريقيا ممكن يعتمد على طوبة، لكن مبدئيا طوبة مش دخل في حسابات المدرب جمال برمان. المدافعين يمكن جدا أنه بوغرة راح يشتغل باللاعبين اللي ممكن أنه بالماضي راح يلعبهم في كأس إفريقيا، وبالتالي أنا نرشح أنه إن شاء الله أخي عبد الباقي نرشح أنه يكون بالعمري وكذلك بدران كلاعبين أساسيين. هناك كلام كبير وكبير جدا يقال عن اللاعب توغاي لاعب الترجي التونسي على أنه لاعب ممتاز جدا، أكيد بوغرة راي عنده النظرة على لاعبيه وعلى التشكيلة وراح أكيد يلعب اللاعب المهم واللي يستحق يعني الفرصة إن شاء الله. جهة اليمنى لاعب بارادو بوغرة يقال عنه الكثير، يقال عنه أنه لاعب ممتاز جدا، شفت بعض اللقطات وشفت بأنه عنده إمكانات باش يساهم مع المنتخب الوطني خاصة مع الغياب المستمر للاعب عطال. على الجهة اليسرى عندنا عدة خيارات، عندنا عبد اللاوي وعندنا كذلك شتي. عندنا هنا خيار، أنا عبد اللاوي شفته مع المنتخب الأول أمانة ما قنعنيش اللاعب عبد اللاوي، لذلك أتمنى أنه بوغرة يعطي الفرصة لشتي على الأقل أمام المنتخب السوداني نشوفه شتي، وممكن كذلك بوغرة يحصل على لاعب مهم جدا، على الأقل بوغرة ممكن يحصل على لاعب مهم جدا يخدمه في كأس إفريقيا بحول الله. الآن نروح إلى الأمام. إذا باش نلخصوا، إذا الدفاع عندنا مبولحي كحرس مرمى في خط أو في وسط الدفاع عندنا بالعمري وبدران، وممكن جدا أن نشوف توغاي كذلك، نشوف على الأظهرة عندي كل من بوغرة، وعلى الجهة اليسرى عندي اللاعب شتي. أتمنى شتي لأنه عبد الله شفناها مع المنتخب الوطني، ولأني أنا للأمانة هذه كأس العرب نعم أتمنى أن المنتخب الجزائري يفوز بها ويؤدي بشكل ممتاز جدا، لكن في نفس الوقت أتمنى أن نشوف لاعبين جدد يخدموا منتخبنا، يخدموا منتخبنا في كأس إفريقيا، لأنه الأهم شيء هو كأس إفريقيا، أهم شيء هو كأس إفريقيا. أنا ماذا بي نختتم هذا العام 2021 ببطولة وأفتتح عام 2022 ببطولة، وما أجملها من بطولات. إذا نقول بأنه في الدفاع هذا هو الدفاع اللي ممكن أننا نشوفه. الآن نروح إلى خط الوسط. خط الوسط الآن يتوقع
توقف على الخطه اللي راح يلعب بها بوغرا. شفنا بانه في تحضيراته مع المنتخب المحلي بوغرا يلعب بطريقتين اثنتين لا ثالث لهما، طريقه 4 3 3 وطريقه 4 1 4 1. اذا بوغرا لعب بطريقه 4 3 3 هي في الحقيقه ما تختلفش كثير على 4 1 4 1، لانه فقط تختلف في التوظيف. يمكن له ان يلعب بنفس التشكيله بنفس يعني الاسماء، ولكن توظيف هذه الاسماء يختلف. يعني أنا مثلا يمكن لي أن نلعب بلاعب ارتكاز واحد، لأنه الشيء اللي 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 يختلف بين 4 1 4 1 و 4 3 3 يتوقف فقط على عدد اللاعبين اللي يلعب بهم في مركز الارتكاز أو في المحور الدفاعي. إذا لعب بلاعب محور دفاعي واحد تكون تقريبا تشبه خطة 4 1 4 1، فقط لاعبي الجناح يكونوا تقريبا لاعبي وسط، بينما في خطة 4 3 3 يمكن له أن يلعب بلاعبين في الارتكاز، وهنا تروح تشبه خطة 4 2 3 1، أو يلعب يعني يعني خطة 4 3 3 حيث يكونوا لاعبي يعني الارتكاز متأخرين في الوسط، وبالتالي تكون عندنا خطة 4 4 2. لذلك أقول أعزائي المشاهدين ما تركزوش كثيرا على الخطط يعني كأسماء، وإنما نركز على توظيف اللاعبين، لأنه بوغرا ممكن له أن يلعب 4 1 4 1 و 4 3 3، يعني هي نفس الأسماء ولكن كما قلت التوظيف يختلف. لذلك الرسم التكتيكي لا يغير كثيرا من الأسماء التي تكون في التشكيلة، وبالتالي الآن التشكيلة اللي راني نعطيكم فيها يعني لا تتأثر كثيرا بالرسم التكتيكي اللي يدخل به مجيد بوغرا. اللهم كما قلت فقط هل سيلعب بوغرا بلاعبين ارتكاز أو سيلعب بلاعب ارتكاز، ونسبة كبيرة جدا راح يلعب بلاعب ارتكاز واحد. أنا أعتقد أنه راح يلعب بكل من اعتقد انه راح يلعب بكل من تطراوي اللي جاء مكان عبيد، لانه عبيد كان مرشح انه يكون لاعب اساسي، وبالتالي انا نرشح تطراوي يكون لاعب في الوسط ويكون مفاجاه مدويه. انا اقول لكم بكل صراحه تطراوي هذا ذكروا جيدا، وعليكم السلام الاخ علي مرحبا بك. اذا تطراوي راح يكون، انا اعتقد انه راح يكون مفاجاه البطوله. هناك عده لاعبين راح يكونوا مفاجاه البطوله ان شاء الله. انا اقول انه بوغرا في الدفاع راح يكون مفاجاه ساره وساره جدا، ممكن توغاي اذا لعب كذلك يكون مفاجاه ساره لي بالماضي. وانا لما نقول مفاجأة هي مفاجأة لنا نحن قبل الإخوة العرب والمتابعين للبطولة، لأنه لما أقول مفاجأة يمكن لبالماضي أنه يستفيد منهم في عشية كأس إفريقيا أو قبل أيام قليلة من بداية كأس إفريقيا، لأنه نعرف تماما لما تنتهي كأس العرب مباشرة يبدأ يعني يبدأ مباشرة تربص المنتخب الجزائري لكأس إفريقيا، وبالتالي اللاعب اللي يتألق في كأس العرب أكيد راح يكون في كأس إفريقيا إن شاء الله. وبالتالي تتراوي أنا أعتقد أنه راح تكون عنده مكانة أساسية، وأكيد مجيد بوغرا راح يشوفه في التدريبات ولو شافه معاه في المنتخب المحلي، ولما استدعاه أكيد هو يثق فيه، وبالتالي تتراوي ممكن جدا أنه يكون كلاعب أساسي مكان مهدي عبيد اللي أصيب كما تعرفوا، وبالتالي راح يقدم لنا مستوى ممتاز جدا. الآن في الوسط راح نشوف أكيد، أنا أقول أنه كلاعب رقم 10 أو كلاعب مهاجم ثاني أو لاعب خلف المهاجم راح نشوف اثنين، راح نشوف البندبكة اللي البندبكة الشيء اللي مليح فيه وش هو بندبكة عنده يعني نزعة هجومية وكذلك عنده إضافة دفاعية، يعني هو لاعب محور يساعد في الهجوم ويساعد في الدفاع مثل بن ناصر تماما، وبالتالي انا بندبك كذلك اثق فيه. كذلك لما كان هنا في البطوله كان يقدم اداء جيد، ما شفتوش في البطوله الخارجيه في السعوديه لكن يقولوا بانه يقدم مباريات ممتازه جدا، وبالتالي ممكن جدا اننا نشوف بندبك وكذلك ابراهيمي وكذلك كما قلت في الوسط، ونشوف اللاعب قلت تطراوي في الوسط. نروح الان الى الهجوم، الان ابراهيمي وسعيود الان هنا راح يكونوا حاضرين في اثنين، الموقع تاعهم في الملعب هنا راح يختلف حسب الرسم التكتيكي للفريق، لكن كاسماء راح يكون يكونوا في الملعب، لكن التوظيف تاعهم راح يختلف حسب الطريقه اللي راح يلعب بها مجد بوغرا، وبالتالي اعتقد انه سعيود وكذلك بليلي وبونجاح راح يكونوا كمهاجمين، ويبقى عندنا عده خيارات كمثلا السوداني كذلك يمكن له ان يلعب مع المنتخب الوطني حتى يعني ولو يلعب في الشوط الثاني. ان شاء الله اعزائي المشاهدين تكون يعني المنافسه بين اللاعبين، لأنه كما قلت دائما المنافسة هي أهم شيء في مثل هذه البطولات المجمعة، لما تكون هناك منافسة الجميع يلعبوا مباراة بقتالية، يعني الجميع يعرفوا أنفسهم بأنهم مهددين. الشيء الجميل عندي بليلي وعندي سعيد وعندي إبراهيمي، هؤلاء اللاعبين الثلاث عندهم يعني كما احنا نقولوا لاعبين بوليفالون كما نقولوا يعني متعددي المراكز، يمكن له أن يدخل في الوسط. الآن ممكن أن نشوف التحورات في الوسط، وهذا شيء راح يفكك الدفاعات، خاصة راح نلعبوا أمام مثلا السودان، أعتقد أنه راح يلعب
عندنا في الخلف. المنتخب اللبناني راح يلعب لنا كما قلت انه التشكيله الان اللي نرشحها تكون مبولحي في حرس المرمى، في الدفاع عندنا بالعمري وكذلك بدران، على الاطراف الاظهره عندنا من الجهه اليمنى بوغرا، على الجهه اليسرى ان شاء الله يكون شتي، في الوسط انا نرشح اللاعبين اللي نرشحهم في الوسط نقول باننا راح نشوف كل من تيتراوي ان شاء الله نشوفه لاني احب اشاهد هذا اللاعب، وممكن جدا تكون هذه البطوله بدايه يعني تالقه اولا حتى يروح الى كاس افريقيا مع بالماضي، وثانيا حتى يروح يعني الى نادي اوروبي مثل يعني عمورا ومثل بوصوف ومثل قادري وغيره من اللاعبين، وكذلك يعني في الوسط كما قلت تيتراوي، كذلك نشوف ابراهيمي وسعيود سعيود وكذلك بندبكة، وفي الهجوم يعني نشوفوا ابراهيمي بليلي وبنجح، وممكن نشوفوا سوداني لانه سوداني كذلك الشيء الجميل في سوداني انه متعدد المناصب، يلعب كمهاجم وكذلك يلعب على الطرف لما تعتمد في خطه 4-4-2، يمكن لك ان تعتمد على سوداني كمهاجم ثاني ويدخل الى الداخل، وكذلك يمكن له ان يلعب كجناح ايمن ان شاء الله. يعني بوغرا اكيد هو عنده كل المعلومات على لاعبيه، ويعني كما نقولوا لاعب بلاعب، خاصه ما تنساوش انه سوداني يلعب مع بوغرا في المنتخب الجزائري سنة 2014، لعب معه كأس العالم ولعب معه عدة مباريات في التصفيات، أكيد يعرفه جيدا ورانا نعرفه، يعني شفنا تصفيات كأس العالم بوغرا كان أساسي والسوداني كان أساسي مع المنتخب الوطني، وبالتالي كاين هناك تيار بيناتهم وكاين يمر التيار بيناتهم إن شاء الله. يعني بوغرا لما استدعى السوداني أكيد يشوف فيه شيء جميل، وأنا ماذا بي يعني نشوف السوداني لأنه مهاجمينا للأسف عيونا سواء سليماني أو بونجح، وأنا أعتقد حاليا بالمستوى هذا اللي راهم يمروا به سليماني نعم هو يغطي مستوى جيد لكن